تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه بأمس بافتتاح دورة الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بمبنى مجلس الأمة. واستهل سمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه طبعا أكيد افتتاح دورة الانعقاد الجديد بإلقاء النطق السامي باستحقاقات واجبة ومضامين حازمة قراءة في مضامين النطق الأميري السامي في هذا السياق. لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ولبد أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبية البغيضة. بكثير من الدقة وبرؤية الأب الثاقبة وحكمة القائد المدرك لشؤون وشجون شعبه وبما يحيط بالوطن من أمواج متلاطمة، رسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خارطة طريق استقرار البلاد في المرحلة المقبلة باستحقاقات دامغة. النطق السامي الذي استهل به سمو أمير البلاد افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في مبنى مجلس الأمة صباح أمس حمل تنبيهات سمو رعاه الله من ظروف المنطقة المصيرية والعصيبة والتي يتجلى خطورة أوضاعها الملتهبة. إننا في دور الانعقاد الأخير في هذا الفصل التشريعي، فلعلها فرصة طيبة لتحقيق إنجازات مشهورة تضاف إلى سجلكم في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء. وبالتوازي مع تأكيد ثقته الكبيرة برئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء، طلب سمو الأمير من الجميع مجلسا وحكومة بوضع مصلحة الكويت نصب أعينهم. تشهد منطقتنا ظروف مصيرية عصيبة غير مسبوقة، ونتابع بكل القلق والألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد وعدم الاستقرار. وبشفافية لا تقبل القسمة على اثنين، حذر سمو أمير البلاد من خطر انحراف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاول تهدم وتمزق الوحدة الوطنية، داعيا سمو لتحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المجتمع من آفاتها الفتاكة. وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت معاولة تهدم وتمزق الوحدة الوطنية وتسيء إلى سمعة الناس وكراماتهم وأعراضهم، وقد دعوتكم غير مرة إلى تحرك جاد وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وحماية مجتمعنا من آفاتها الفتاكة. وبطرح جاد أكد سمو رعاه الله على ضرورة التحرك لرأب الصدع الخليجي تعزيزا لوحدته وصلابته في ظل ما يحيق بالمنطقة من مرتهنات طارئة. فلم يعد مقبولا ولا محتملا استمرار خلاف نشوء بين أشقائنا في دول مجلس التعاون، أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا. الأمر الذي يستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزيز وحدتنا وصلابة موقفنا. عربيا أيضا، شدد سمو أمير البلاد خلال الخطاب السامي على ضرورة تجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا لأمتنا فوق كل اعتبار، داعيا إلى أخذ العبرة مما يجري حولنا. كويت العز والكرامة، كويت الحب والوفاء، كويت الكرم والعطاء، فحافظوا عليها، عضوا عليها بالنواجد. وهي دعوة للجميع بأن نجري أمورنا بميزان موضوعي عادل، فلدينا من السلبيات ما لا يمكن القبول باستمراره، ولكن لدينا كذلك الكثير مما نفخر به ونعتز،
كما لدينا من الآمال والطموحات ما يقتضي أن نشمر عن سواعدنا لتحقيقه وإنجازه. والحديث أكثر حول مضامين كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة في فصله التشريعي الحالي، ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رشيد الفعم. أستاذ رشيد، صباح الخير وسعداء جدا بوجودك معنا في العالم هذا الصباح. في البداية أستاذ رشيد، كيف قرأت الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو في دور الانعقاد الرابع وكلمته الأخيرة؟ بلا شك، يعني احنا كصحفيين في مجلس الأمة قرأنا كما يعني قرأنا يعني الكثير من المضامين السامية التي كانت خلال دور الانعقاد والفصول التشريعية السابقة. كلمة صاحب السمو قرأناها من يعني قلب رجل محب لهذه الأرض، من قلب رجل حكيم لهذه البلد، من قلب رجل دائما ما يكون الحكمة والحنكة السياسية يعني دائما حاضرة في خطاباته السامية. صاحب السمو يعني فرش أرضية لأعضاء السلطتين، سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، في ضرورة أن تتضافر الجهود وأن يكون هناك تعاون حقيقي ما بين السلطتين لبناء يعني كويت يعني جديدة، وكويت تنعم بخيراتها، وكويت يعني تنموية بما معنى تنموية. لذلك احنا قرأنا ما بين السطور، وهو ضرورة أن تتضافر الجهود، وضرورة أن يكون هناك تعاون حقيقي، وضرورة أن يكون دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة دور حيوي ودور عملي من أجل إنجاز الكثير من سواء مشاريع بقوانين أو اقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الأمة. قرأناها يعني من 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 حرص كبير، يعني أتت به كلمات والأحرف التي تلاها في خطابه السامي. صحيح، كان صاحب السمو حريص على أن يقدم لأعضاء السلطتين ما يتمناه للكويت. كان يعني شديد الانتباه وشديد الحرص أيضا في أن يقدم للسلطتين ما يتمنى أن يراه في مقبل السنوات ومقبل الأيام. لذلك كانت كلمة صاحب السمو هي خارطة عمل بالضبط. كان يعني أعتقد أنها كانت هي كونكشن يجب أن تتضافر فيها الجهود ما بين السلطتين، وأن تأخذ هذا الخطاب بحذافيرة من أجل أن يعني تصل الكويت إلى مبتغاها سواء في الخطط التنموية أو في الإنجازات والمشاريع المقبلة. وحقيقة يعني كانت كلمة عميقة وبليقة، مستنا نحن ككويتيين وكشعب كويتي حول ما نتطلع إليه من مجلس الأمة. طيب، إذا وقفنا حول المضامين التي تضمنها النطق السامي، ما هي أهم المضامين؟ طبعا النطق السامي يعني ارتكز على اربع امور: امر داخلي في يعني دوله الكويت وفي تعاون السلطتين، ايضا امر داخلي فيما يخص المشاريع التنمويه والنهضه يعني التنمويه في دوله الكويت، وضروره كما اسلفنا ان يكون هناك تعاون ما بين السلطتين من اجل ترجمت هذه القوانين إلى أرض الواقع. وايضا كان الشيء الثالث هو الازمه الخليجية فيما بين يعني دول مجلس التعاون، وضرورة أن يكون هناك رأب للصدع ما بين يعني الأشقاء في مجلس التعاون. وأيضا يعني الشغلة الرابعة هي الوضع الإقليمي، وضرورة أن يحترس الكويتيون فيما بينهم، وأن يكون هناك تعاون حقيقي، وأن يكون هناك وعد للفتنة، خصوصا أننا نعيش في وضع إقليمي ملتهب ووضع إقليمي غير مسبوق. لذلك كان صاحب السمو ارتكز على أربع يعني محاور في خطابه: محورين داخلي، ومحور خليجي، ومحور إقليمي. وكانت كل تلك المحاور بلا شك هي محاور أساسية، محاور وضعت النقاط الحروف، ويعني أتت من قلب رجل حكيم. يعني نحن لا نتحدث عن شخصية اعتيادية أو شخصية عادية، نتكلم عن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أطال الله في عمره، هذا الشخص الذي يرى ما لا نراه، وايضا الذي يعني لديه الحنكه السياسيه في ان يعني يعطينا خارطه الطريق ويعطينا نقاط نضعها على الحروف من اجل ان يسير المركب الى مبتغاه. نعم. طيب، اذا ما تسالنا كيف سترسم اطروحات صاحب السمو من خلال نطقه السامي في رسم منهج سوف يسير عليه مجلس الامه من خلال الدور القادم.
طبعا يعني كما ذكرنا أن خطاب صاحب السمو هو خارق الطريق للسلطتين. ترجمة هذا الخطاب أو كما يعني سألت أختي أن كيف للسلطتين أن تترجم خطاب أو النطق السامي؟ يتم ترجمته من خلال تعاون السلطتين، يتم من خلال المادة 6 من الدستور والمادة 36 من الدستور، وهو التعاون ما بين أعضاء السلطتين في ترجمة هذا الخطاب. هناك أيضا بالإضافة إلى أن هناك لجنة في كل دور انعقاد يكون تشكيلها الرد على الخطاب الأميري، ها لجنة مشكلة من مجلس الأمة ولجنة رئيسية في كل دور انعقاد دورها أن تترجم هذا الخطاب إلى أرض الواقع، وأن يتم رد هذا الخطاب إلى صاحب السمو أننا سنعمل وهذه العوائق وهذه الإيجابيات. لذلك خطاب صاحب السمو يأتي ترجمته من خلال تعاون السلطتين من خلال لجنة الأولويات البرلمانية الموجودة في مجلس الأمة في أن تأخذ أبرز ما طالب فيه صاحب السمو وأبرز ما قاله صاحب السمو فيما يخص ترجمة المشاريع والقوانين، وأن يكون هناك تضافر للجهود ما بين أعضاء السلطتين لترجمة مثل هذا النطق السامي إلى أرض الواقع. هناك المشاريع بقوانين الذي يعني ألح صاحب السمو عليها والذي شدد على ضرورة أن يكون هناك أمور تنموية والالتفات إلى نهضة البلد، هناك قوانين موجودة في اللجان يتم ترجمتها من خلال تعاون السلطتين من خلال حضور الوزير المختص الذي يمثل بالدستور صاحب السمو، وأن يأتي عضو مجلس الأمة الذي أتى من الشعب من خلال الدستور، وأن يكون هناك تضافر وتعاون لترجمة مثل هذا الخطاب. طيب أستاذ رشيد، يعني كان لحضرة صاحب السمو دور بارز وفاعل في محاولة رأب الصدع الذي حدث في البيت الخليجي، وأيضا لاحظنا من خلال نطقه السامي أمس أن هناك أيضا دعوة لإنهاء هذا الخلاف بأقرب وقت ممكن، كيف قرأتم هذه الدعوة؟ طبعا يعني نحن نتكلم عن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، شخصية دائما ما تكون محل اهتمام، ودائما ما يكون شاغلها الشاغل مجلس التعاون والوضع الإقليمي بشكل عام. الخطاب السامي وما أتى من مشكلة الأزمة الخليجية ليس بالجديد على صاحب السمو. صاحب السمو في كل خطاب، سواء في خطاب دوار الانعقاد أو في خطاب افتتاحات الفصول التشريعية لمجلس الأمة أو من خلال يعني كلمته في رمضان أو خطاباته الأخرى، دائما ما يركز على 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 ضرورة لملمة البيت الخليجي. هذا يأتي من حرص صاحب السمو، ويؤكد بالإضافة إلى ذلك أنه هو المظلة التي يعني دائما ما يكون الأنظمة الخليجية التي أكدت في بيانها الختامي لمجلس التعاون الخليجي في كل فصوله يعني واجتماعاته المتتالية للأمان العام، دائما ما تؤكد أن الحكيم هو سيظل في النهاية يعني الكلمة الأخيرة والفصل للأزمة الخليجية. لذلك هذا يؤكد أن صاحب السمو لا زال يهتم ولا زال يشغله الأزمة الخليجية، والتي من الضرورة أن يعني تترجم على أرض الواقع في أن يعني تعود المياه إلى مجاريها، ويعي يعني المجتمع الخليجي أنه مجتمع واحد ونحن نعيش في أزمات يعني عاصفة غير مسبوقة. وهذا يؤكد بالإضافة إلى أن دور صاحب السمو دور ليس دور كويتي أو دور محلي فقط، بل هو دولي. لذلك هذا ما أكد صاحب السمو في كل خطاباته، وهذا ليس بالجديد أكيد. والله يجعل إن شاء الله على يديه إن شاء الله سبل الحل والملمة هذا الموضوع. طيب أيضا حمل الخطاب الأميري أيضا تحذيرات بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي بما تضج بآلاف الحسابات الوهمية، والتي للأسف استغلت الحرية من نعمة إلى نقمة، وسعت إلى بث الفتنة وبث الشقاق في المجتمع. نعم، بلا شك هذا يأتي تحذير من صاحب السمو إلى أعضاء السلطتين في أن يكون هناك تعديل على القوانين المختصة فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والعولمة الجديدة. هذا يعطي يعني إشارة للحكومة وطلب من مجلس الأمة في أن يكون هناك تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديلات على الإعلام الإلكتروني، خصوصا أن كما ذكرت أختي عيزة وكما ذكر النطق السامي أنها أصبحت يعني أصبحت شرارة وأصبحت يعني شيء من الفتنة يعني للشارع الكويتي، ودائما ما يكون هناك نكات أو أكاونتات وهمية
لا نعرف يعني مدى مصداقية الأخبار التي تنشرها، خصوصا فيما يخص الوضع الداخلي في الكويت. الكويت يعني معروفة بحريتها المطلقة، ليست كباقي الدول التي يعني اعتادت على القيود واعتادت على عدم الخروج بحرية فيما صحيح يخص. هناك أيضا ديمقراطية يعني. نعم نعم، لذلك نحن لدينا توسع أكثر في الديمقراطية، وهذا التوسع يحتاج إلى أن يكون هناك لملمة له. ليس من المنطق أن يكون هناك يعني حرية مطلقة. يعني فرنسا على سبيل المثال، وهي يعني من ضمن الدول والجمهوريات التي معروفة بالحرية، أيام أزمة حجب عنها الإنترنت لمدة 3 أيام، وكذلك بريطانيا. لذلك هناك الكثير من القوانين، ضوابط، الكثير من القوانين التي تحتاج إلى تعديل. يعني هناك، أنا أستذكر أن في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وأنا كنت أحد يعني حاضرين فيها، ناقشنا الإعلام الإلكتروني قبل ما يقارب 5 سنوات. كنا نعتقد أن الأمور وردية، كنا نعتقد أن ليس بشيء بسيط جدا أن يكون هناك يعني أكاونتات إخبارية وأكاونتات شخصية وطبيعي، ولكن الوضع الإقليمي اختلف. الوضع الإقليمي أصبح صعب، مما ينعكس على البيت الداخلي، مما يستوجب أن يتم تعديل بعض القوانين المختصة في الإعلام الإلكتروني أو في الجرائم الإلكترونية. نعم. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي رشيد الفعم، شكرا جزيلا لوجودك.